اكبر حاجه يشوفوه شو الدائره زرق ورق صارت ايتش حتى نطير الى الفضاء. الحمد لله. وات ما ادري شغلت المقطع شغلت اللعبه وايش طلع بس لا تقل لي السيف انحذف. وات يا تقولها. السلام عليكم شباب شلونكم شو اخباركم اهلا بكم قناة تلعب خوف شوري او اراكي جيمر. اهلا بكم بالحلقة الجديدة. وصلنا يعني حتى عدد الحلقات نسيتها استغفر الله. حلقة 34 على ما اتذكر. اوكي صارت اكو كارثة كارثة مثل ما شفتوا بالمقطع اللي توه شفتوا. اوكي السيفات السيف مالت الاسترونير انحذف لان اكو عندي فد برنامج برنامج تنظيف شاف السيفات قال اخ وسخ دنيا مساحة. ظلت 3 ايام طبعا مهموم. اوكي ويومين وراها افكر شني اسوي حتى اكمل السلسلة. عندي 3 اختيارات يعني او 3 قرارات اسويهن بهاي الحالة. لو اوقف السلسلة وهذا الشيء يعني شلون مستحيل نظرا لقوانين القناة خلي نقول. لان اذا بديت بسلسلة لازم انهيها خلي نقول. اوكي الاختيار الثاني انه اسوي او ارجع يعني اتقدم باللعبة باستخدام كرياتيف مود. الكرياتيف مود هذا هو وين هو هنا هذا هو هذا اسمه كرياتيف مود. اس انا مشغله اقدر اطفي هذا لما اشغله تطلع لي هاي العلامة يقول لي تحذير ما دام انت بالكرياتيف مود بوضعيه وضعيه الابداع او وضعيه الكرياتيف مود نفس الماينكرافت ما تقدر تسوي اي مهام. اوكي المهام اللي يجي منها شوف هسه لما نفتحها ورديه صايره يقول لي ما تقدر تسوي شيء. المهم وما اقدر اطلع سكنات وين سكنات والوان ما اقدر اطلعهن. واذا ماكو مهام يعني ما اقدر لا اشتغل بمهام الحل الزونات ما اقدر اطلعهن ولا اقدر اطلع الهوفر بورد ولا اقدر اطلع ال شو يسمونه هذا القطار ولا اقدر اطلع. اللعبه تصير مايعه ومو حلوه يعني بشكل هذا هذا هسان هذا اللي جاي يشوفونه هو بوضعيه الكرياتيف مود. اوكي طبعا هذا كان الاختيار الثاني انه العب على الكرياتيف مود حتى الحق حتى اخلص بسرعه لان انا مشغول كلش عندي دراسه. اوكي ومضغوط كلش من الدراسه. طبعا هذا خيار. الخيار الثاني انه ارجع والعب اللعبه من جديد. اوكي هذا التقدم اللي شفتوه لحد الان رقم 35 ما ادري يعني التقدم بالسلسله لازم هسه انا اقعد بوحدي وارجع بي. اوكي افتح سيلفا وارتب البيت وافتح الاقمار القمرين وافتح كاليدور. اوكي فشغله متعبه كلش فقررت انه الخيار الثالث هو الاصعب ومتعب متعب كلش الخيار الثالث. بس لازم لازم يعني احتراما اللي احتراما لكم طبعا يعني اللي يجي يتابع اللعبه من البدايه يوصل لهاي الحلقه. اوكي ما يعرف شنو يصير شنو الاحداث اللي ممكن تصير بعد كلش كلش مو حلوه بحقكم صراحه. وهم لا يدير بالكم علينا اللايكات والاشتراكات. اوكي لان حيل راح اتعب هسه لحد الان انا هذا هو وين هو اللي بديت بيه. اوكي رجعت باللعبه بديت العب اللعبه من جديد بنفس الوقت سويت هذا الكرياتيف مود راح اشرح على الكرياتيف مود شلون تقدرون تاخذون راحتكم بيه. المهم بديت باللعبه. اوكي وصلت فتحت سيلفا ووصلت الدي سولو ولما نخلص نرجع نبدا تقدمنا نكمل تقدمنا. اوكي ما راح اكنسل اللعبه ولا راح امشي بالكرياتيف مود بحيث وايد احداث ما اقدر اسويها. المهم الكرياتيف مود شنو هو؟ هسه راح ابدي شرح الكرياتيف مود. الكرياتيف طبعا ما راح يصير تقدم بهاي الحلقه، الحلقه الجايه هم انا راح ابدا شوي
اوريكم بعض الاشياء الممتعة كلش اللي لقيتها اللي سويته وما سويته بالسلسلة السابقة. اوكي الكرياتيف مود هو هذا وين هو هنا يقدرون تختارون مثلا الوقود ما يخلص وقود السيارة ما يخلص الطاقة هاي ما تخلص مثلا اوكي وتقدرون تستدعون او تقدرون تكبرون هاي الدائرة تشوفون هاي الدائرة طبعا هسه انا بعيد عن الاكسجين بس ما احتاج اكسجين اصلا لان خال من خواص الكرياتيف مود اقدر اخليه انه ما احتاج اكسجين هذا بكل اختصار لما ادوس اضغط على الار تطلع لي خيارين هذا وهذا اوكي هذا الكاميرا الدرون اطلعها واقدر اطير بيها اوكي اقدر كفن صور وش اطلع انزل لي جوا شلون كنت انزل لي جوا حتى ما استخدمها ياب كيو ترجعها اف اوكي اها هسه انا جاي العب باللاعب اوكي اذا دست اف راح العب بالكاميرا واقدر اقول له اي حتى كفن صوره طبعا هذا الشيء ممتع كلش جميل خليني والله اقدر ادخل من الحائط لا ما اقدر ادخل ياب ما اقدر ادخل من الحائط المهم هاي الكاميرا بعد شنو عندك هاي إلها علاقة بالدائرة مالتنا شوفون هاي الدائرة أقدر أزيدن ديفور سبيد سرعة الدائرة بدل ما أخلي بوست مود أقدر أزيدن هاي شوفون النقاط الدائرة ما دار الدائرة جاي تزداد يعني هسه السرعة خارقة شوف 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 السرعة خارقة أوكي إذا رجعت هسه قللتها السرعة بطيئة أصلا ماكو سرعة أوكي هسه أسوي هيك تبدأ تزداد السرعة بعد شنو اقدر اسوي نزيد السرعه نزيد الحجم شوف هذا اقل حجم ممكن شوف 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 اعود زايد سرعته وهيك الحفر مالته بطيء اذا كبرت الحجم اكبر حجم شوفوه شوف الدائره شوف الحفر هالنوب دام طبعا بهاي الطريقه ممكن انه افتح الكوكب بسهوله خارقه اوكي اسوي هيك يعني شوف 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 مسطحة بشكل كامل بشكل ممتاز واقدر شزيدن بعد اقدر ازيدن المدى مو اوكي ياب المدى شوف شوف شقد بعيدة هسه اوكي نخليها هيك شوف شوف شقد وصل باع المدى باع 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 شوف هسه انا الارض مسطحة عندي بس لما نتقدم راح تصير الارض غير مسطحة ليش لان هو الارض الكوكب دائري اوكي الكوكب كروي اذا مشيت بيه بخط مستقيم راح تشوف يصير عندك انحدار بالرغم انه الخط هذا شلون مستوي بشكل مثالي اوكي بس يقول لك يصير عندك انحدار لان الكوكب كروي اوكي بكل اختصار بعد شنو عندك طبعا هاي شغلة الحفر اقدر الون هسه انا عندي ثلاث اختيارات هذا المسطح اوكي هذا الحفر بس ما انا ما اخليه يحفر وهذا اللي يرفع وهذا اللي يسطح بس انا عندي بعد خيارين اثنين شنو هو اللي هو هذا الخيار انه اخذ عينه من التربه على لونها تتغير لون الدائره مالتي اريد برتقالي هاي برتقالي اريد اخضر هسه هاي اخضر هالنوب اقلب ادوس بعد مره ثانيه احول انطان الخيار الثاني اللي هو تلوين واقدر الون الاشياء بكل سهوله صراحه التلوين ما توقعته يعجبني هيجي اوكي دام خارق انت بالكرياتيف مود خارق بس اقدر اقول له هيجي اقول انطيني هاي ولونها واقول احمر ولون زرق ورق صارت هاي هيج الكرياتيف مود ممتع كلش ما توقعته هيجي ممتع دائم الالوان اوكي بعد شين عندك 10,000 لون طبعا اذا اختار هذا يلون الالوان يعني بدون نقشه اذا اختارت اللي وراه يلون بشكل غامق اوكي اذا اختارت هذا راح يلون بشويه نقشه اوكي الاخير الوان بنقشه والله حتى بدون نقشه بس ساده المهم بعد ايش عندنا شنو اقدر اغير ها هذا الاختيار يقول لي بكل اختصار اذا شفت صخره
هل راح تعيقك لو لا؟ يعني قساوة الأرض هل لها تأثير على سرعة الحفر؟ أوكي لا. وين وين؟ نبدل على الحفر. هسه أحفر بسرعة، إذا على الصخر أقدر أخلي، يعني شلون هاي؟ هذا اختيار يشيل ليونة الأشياء، مثلا التربة من السهل أحفرها، بس الصخر من الصعب أحفره، مو؟ إذا فعلت هذا كلهن يصير نفس التراب، حفرهن سهل، بكل اختصار. أوكي؟ ملون. صراحة عجبني الكرياتيف مود مالت الألوان عجبني. بعد إيش عندي؟ بعد عندي ما حاجة أسوي كرافت للأشياء، لا أجي هنا أنا، مو هاي المنطقة اللي أفتح بيها الأشياء، طبعًا عندي هواي نقاط هنا. المهم إذا أريد أن هذا الشيء ما أروح أسوي له كرافت، ويقول لي إن تقدر تسوي له كرافت، بس أقدر أستدعي قبل. عندك هاي، أوكي استدعيتها قبل، شوفوا دام دام صراحة. ابد اكره هذا. اوكي عندي قصه ويا بعدين اسولف. اوكي بعد ايش عندنا؟ او فتح شنو ايش فتح؟ اها رتب الارضيه على شكل اسود. اوكي رتب الارضيه سواها سود. اقدر احفر بيها؟ يا بقدر احفر بيها. المهم بعد شنو اقدر اسوي؟ اقدر يعني بهاي قدره الاستدعاء اقدر استدعي اي شيء، مثلا وين ايش عندنا؟ لا مو هنا طبعا، هاي هنا هاي الكاميرا اقدر استخدمها. اوكي هنا هاي صفحة ال، لا هنا هاي صفحة ال، اذا اريد افتح اشياء البلوبرنت والسوالف. بعد ايش عندي؟ عندي هنا نفس الصفحة ما موجودة بالكرياتيف، ما موجودة باللعبة العادية، موجودة بعدين من الحلقة الجاية اقول لكم عنها. اوكي اللي هي نفسها الموجودة بالموقع هبوط الصاروخ. اوكي بعد ايش عندنا؟ عندك ويد مود، هذا اعتقد يكبر الدائرة. عندك هنا شريدا، عندي تجربة اريد اسويها، حالات الكرياتيف مود بالتجارب، اريد اجرب فرتشي بس مكلف كلش، حالاتها بالتجارب. اوكي بعد شريد اريد ان، لا 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 تلعب حب، اريد ان انطي صاروخ هذا. اوكي انطي صاروخ، بعد صاروخ ثاني. هذا المحرك الجديد او المحرك اللي بعدني ما اكتشفته، يحتاج هيدروزين حتى ينفتح. هذا من المواد هنا، اي مادة اريدها تفضل. واذا اريد استنسخها بشكل خنفشار اكظن المادة اللي تو انشأتها ودوس انتر وظل انضاغط. حركة صايعة يعني. هسه اذا جيت المن بالله، اذا جيت لهاي السيارة وانشأتها اقدر اضكضها هيجية 10,000 سيارة ضخمة. راح يعلق الحاسبة، راح يعلق ويب علق، راح يعلق. المهم اريد ان هيدروزين هايدرو. هنا عندك المواد، هنا المواد الاصلية. اوكي سكراب كامباوند والسوالف كلهن. هنا عندنا الاشياء بعد الاحتراق، هنا بعد ما تدمجهن احنا نحتاج شني؟ هيدروزين. جد نحتاج واحد. اوش لا وين راح؟ يب هذا واحد اثنين بعدك واحد جوا. الهيدروزين تكذونا تخلونا هنا ينطينا طاقة. الهيدروزين هو عبارة عن هيدروجين مدموج ويا يا مادة بالله. المهم بعدين نصنع لما نصير عندنا القدرة، نحتاج لهيدروجين وبعد أمونيا يمكن. المهم هذه قلطة هيتش، لا أريد شكلك يطلع إيه مرتب. نريد هاي تجربة طبعا. وش أريد أرفع الأرض شوي، أريد أطير بالسماء باستخدام هاي الجسمة. أوكي سوي هيتش. اوه والله يلمع، جميل جميل جدا هذا ال خاصية التلوين مال الكرياتيف مود. احنا نريد نطير بالصاروخ مالنا، الصاروخ الجميل. اكو تجارب من الصعب انه تسويها، فالكرياتيف مود يساعدك. اوكي اوخ تطير على راحتك. شنو عندنا؟ نريد يا ابو الشباب
نريد المكان اللي اسوق بيه. وين هو؟ سيارة يب هذا. طبعا اقدر اسوي واحد ثاني اقدر اسوق من عنده، صار حجمه كبير كلش اللي هو هذا، ما من امه فائدة الصراحة. اوكي ما اريد افتح شغلات ما شايفينها، ما راح اجرب اشياء انتم ما شايفينها بالسلسلة، ما اريد اخرب عليكم، بعدين نستكشفها وحدة وحدة. ما راح اجيب شيء ما مستخدمه ما عدا هذا الصاروخ، ما عدا هذا المحرك. اوكي بعد شنو اريده؟ ياب هاي هسه شنو؟ هسه ننطلق شباب. شلون استخدمك؟ الو شلون استخدم هذا الشيء؟ وات هل اشر عليه واقول له اف جا انجن؟ حتى نطير الى الفضاء. ايزي شباب. والله شعور عجيب. واو لا 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 اقدر عندي تحكم نوعا ما عندي تحكم. وين اريد اروح؟ الكوكب اريد اروح الوحده. لا لا تلعب يابا. اريد اروح الشي يسمونه هذا، اريد اروح الدي سولو. طبعا هذا مو دي سولو. تقولون ها وات ايش قلت؟ وين 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 دي سولو؟ لك دي سولو اقدر اوقف شباب. واصلا انا عندي قدرة انه الغاز الوقود ما يخلص، فللاسف لازم ننزل هيتش. اللعبة عجيبة كلش. وين اريد اروح؟ وين الكوكب مالي؟ وين شباب؟ شني ضعت في الفضاء وات ذاك كوكبي؟ لا فوقاي. دمرت اللعبة حسن، دمرت اوكي جاي اطيح لو لا انا. خربت اللعبة الحمد لله. اقدر اقول له هيجية، اقول له موتني ورجعني للشلتر، الشلتر اللي هو البيت مالي. قتلت نفسي ممكن؟ ياب متت. هاي حركة وسخة، هذا الشلتر اكرهه. بعدين نسولف عنه. المهم بعد شيني من تجارب، عندي تجارب ثانية باستخدام ذني، هل نسويهن هسه؟ ما عندي. خلينا نطير. وي هسه اذا اربط هاي بهاي ما يصير، شوفوا ما يصير. فشنو راح اسوي؟ راح اجيب الونش هذا يرتبط بهاي، وهاي ترتبط بهاي. احتمال راح تصير قلتك، انا اقول لكم ار تي جي من الضخام يصير هيك شكله، نفس اللي عندي بالبيت بالشلتر اكو ار تي جي ملزوق بي. اوكي هسه اذا تحركت القطعه رقم 5 تتحرك وياي، تتحرك بس بشكل عجيب. خل نغير شوي، خلي هاي هنا، خلي هاي جوا. شنو الفرق؟ لا شنو الفرق؟ انه ما ينحك بالقاع هسه. اوكي ممكن بعد شريدا اقدر هسه اربط 3000 وحده. مدري هيدرازين والغازات ممكن انه ينفجرن. شنو معناته؟ معناته اذا خليت هيدرازين بالسملتر راح ينفجر ويسوي لي كارثه. هاي هذا الشيء ما كنت اعرف بيه صراحه. اوكي نايس والله. فعل هاي طبعا ما موتن الحمد لله. ايزي التجربة الأخيرة اللي أريد أسوي. أدري الحلقة صارت طويلة بس هاي الحلقة راح تكون للونسة وبس تصبيرة. خلي نقول لي أنا راح أتأخر بسالفة ال راح أتأخر باللعبة للأسف. دايم يا أخي سوبر باور بالكرياتيف مود بس مو ما راح تحس باللعبة.
اللعبة مو حلوة إذا بالكرياتيف مود. يمتى تلعب بالكرياتيف مود؟ إذا 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 ختمت اللعبة. أوكي، إذا ختمت اللعبة ذيك الساعة، ذيك الساعة كرياتيف مود لا بأس به. بس إذا ما مختمين اللعبة نصيحة لا تجربون الكرياتيف مود، وإلا راح تخسرون اللعبة. اللعبة راح تصير مو حلوة، كلش مو حلوة. واتف ويا اخي يصير جلتشات، خلي ارتفع لما نجي سنهاي يصير شلون جلتش. ووصلنا الى بيتنا الجميل، احتمال اخلي الحلقه شوي طويله كلش. هسه تقولون شنو الكيوبات؟ ذن الكيوبات شباب بكل اختصار ذن عباره عن 12000 نقطه. دام اقدر استدعيهن منه انا. اوكي، بعد كنت الصراحه كنت اريد العب بهذا بالكرياتيف مود. اوكي، حتى رتبت البيت وضيعت وقتي، ها رديت اختم بقيت اللعبه اختمها بالكرياتيف مود، بس قلت لا حرامات تصير اللعبه ناقصه بدون هالزونات، بدون الهوفر بورد، بدون هاي السوالف الحلوه. ف راح ان شاء الله بالحلقه الجايه من استرونير راح العب بدون الكرياتيف مود. شوفوا هذا اللي عليه مثل الفرشة مالت التلوين، هذا كرياتيف مود، هذا لا مو كرياتيف مود. اوكي شباب، ولهنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا باللايك والاشتراك، واذا عندكم شيء تقولونه او لعبه تريدونها العبها او افكار للكرياتيف مود او افكار للعبه اكتبوا ليها بالتعليقات. نشوفكم باكر الساعه او عقب باكر الساعه 7 بالليل ويلعبت استرونير. اوكي يلا باي.